السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى النواحي، فقد بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومفقها ومعلما، وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي استعد وتأهب لمناظرتهم فإنهم قوم عندهم علم. وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه هي كلمة الإخلاص. فإن أول ما يجب على العبد معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، فلأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، ولأجلها أرسلت الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، ولأجلها نصبت الموازين، ولأجلها قام سوق الجنة والنار، كله لأجل شهادة أن لا إله إلا الله. ومعناها هو أنك تشهد شهادة الحق يقينا قطعا جزما بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا، وأن عبادة ما سواه باطلة. وهذا هو التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، هو أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة. ففيه الرد على من قال إن أول واجب على العباد النظر، وما في معنى ذلك على ما قاله بعض المتكلمين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين ربه. وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، فمنها أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف غيرها من الأوامر،
فإن بعضها في السنة مرة وبعضها في العمر مرة كالحج. ومنها أنها تؤدى جماعة منتظمين صفوفا خلف إمامهم. ومن مزاياها أن الله تولى فرضيتها بنفسه فوق السماء السابعة بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنها بواسطة جبريل عليه السلام. ومنها أن أول ما فرض الله على رسوله فرضها عليه 50 صلاة، فما زال الرسول يتردد بين ربه وبين موسى كل مرة يقول موسى للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، حتى صارت 5. ومنها أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، ذكرها الله سبحانه وتعالى تارة مع الزكاة وتارة مع الذبح وتارة مع الصبر وتارة منفردة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، واستعينوا بالصبر والصلاة. وذكرها منفردة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وذكرها بعدما تقدمها من مجمل الطاعات إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإن كانت الصلاة داخلة في العبادة لكنه أفردها لعظم شأنها ولعظم الاهتمام بها. ومنها أن الصلاة هي عمود الإسلام، لا يقوم إسلام بدون صلاة. ومنها أن الصلاة واجبة على العبد والحر والذكر والأنثى والغني والفقير والمسافر والمقيم والمريض والصحيح، لا يعذر أحد بترك الصلاة، كل يؤديها على حسب حاله، حتى المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وقال بعض العلماء لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، ولا يقبل الله من تارك الصلاة صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، فإن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما في الحديث، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهي الزكاة، فإن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن، وقد ذكرها الله في القرآن في أكثر من 82 موضعا، وهي حق للأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، ثم حذره من الظلم فقال إياك وكرائم أموالهم، فإيا أداة تحذير. وفي الحديث إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها ولكن من أوساطها، وقال واتق دعوة المظلوم،
فإنه أي الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث إن دعوة المظلوم لتخترق السبع الطباق حتى تأخذ بالعرش، فيقول الله لها ارجعي فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.